أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من الحدث يأتيكم مباشرة من الشروق نيوز، وفيه نتناول حدثين نحاول أن نقرأ بين السطور ونخوض في الحيثيات. الحدث الأول نقرأ من خلاله سطور ما بين سطور تصريح المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية الذي أكد فيه أن وزارة المالية تحضر لإحصاء الأثرياء الذين تفوق ثروتهم عن 10 ملايير سنتيم، لنفتح بذلك ملف الأثرياء والمليارديرات في الجزائر. كم عددهم؟ لماذا لا يصنفون في الجزائر؟ وما هي معايير تصنيفهم؟ وما محلهم من الضرائب التي أقرتها الدولة كإجراء لمواجهة الأزمة المالية أو الاقتصادية التي تمر بها البلاد؟ الموضوع الثاني يتعلق بخبر توقيف والي ولاية المسيلة لأربع منتخبين محليين في 4 ولايات وكل أعضاء المجلس البلدي لبلدية خامسة لخضوعهم لمتابعة قضائية بتهم الفساد. لنفتح هذا الملف ونحاول الإجابة على عدة تساؤلات: ما هي الأسباب التي أوصلت البلديات لهذه الوضعية؟ ولماذا صنفت العهدة الأخيرة بالأسوأ من حيث المتابعات القضائية للمجالس المحلية والانسداد في البلديات؟ البلدية التي هي نواة الدولة، كيف تستطيع أن تؤدي دورها في بناء الدولة؟ نلتقي بعد الفاصل. إذا نبدأ بالموضوع الأول الذي يتعلق بالتصريح، تصريح المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية الذي قال فيه أن الدولة ستشرع في إحصاء الأثرياء في الجزائر الذين تفوق ثروتهم عن 10 ملايير سنتيم. ولكن هذا الخبر يخوضنا للحديث عن هؤلاء الأثرياء، كيف نستطيع إحصاؤهم، ما هي المعايير والمقاييس في ذلك، كيف يخضعون للضرائب، وذلك لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. نتابع هذا التقرير ثم نعود من جديد. إعادة النظر في فرض ضرائب على الأغنياء، هذا ما صرح به حديثا المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية، تصريح يعيد تسليط الضوء من جديد على مصطلح الثراء في حد ذاته. يسعد ربراب، علي حداد، جلال مهري وغيرهم أسماء سمعنا عن ثرواتهم الطائلة، لكن مصدر المعلومات كان دائما تقارير إعلامية واقتصادية أجنبية مثل مجلة الأعمال الشهيرة فوربس، ليبرز التساؤل حول كيفية تحديد ثروة هؤلاء في ظل غياب أرقام رسمية. خبراء الاقتصاد يرجعون الأمر إلى غياب هيئات وطنية تتمتع بالآليات الضرورية للقيام بهذه المهمة، إضافة إلى الطرق الملتوية التي تنتهجها الكثير من المؤسسات بخصوص التصاريح بميزانياتها وأرقام أعمالها، والتي يقول المختصون بأنها تعاني من غياب الشفافية في ظل نظام مالي ومحاسبي شابته العديد من الثغرات. اختلالات النظام الجبائي المعتمد من طرف الحكومة أحد الأسباب التي تجعله عاجزاً عن متابعة ثروات مليارديرات الجزائر. الوضعية الحالية تخفي في طياتها تساؤلات أخرى حول مليارديرات يعيشون في الخفاء ويمارسون أنشطة دون حسيب أو رقيب. أزمة تراجع المداخيل الحالية قد تكون وقتاً مناسباً لإماطة اللثام عن هذا الموضوع مع مختلف الفاعلين فيه، خصوصاً الحكومة التي تبحث في كل اتجاه عن مصادر دخل بديلة لأموال النفط المتبخرة. لبرنامج الحدث فاتح بومرجان. الحديث في هذا الموضوع أرحب بضيفي الدكتور فارس مصدور الخبير الاقتصادي، أهلاً وسهلاً بك. مرحباً بك أختي الكريمة. دكتور فارس، بداية من هم الأثرياء قبل أن نخوض في حيثيات هذا الخبر؟ الأثرياء هم أناس اكتسبوا ثرواتهم عن طريق النشاط الاقتصادي أو توارثوا هذه الثروات. في بلادنا يوجد ما لا يقل عن 10 آلاف ملياردير جزائري من الحجم الكبير. لا، لما نقول ثري، هل هو بالضرورة ملياردير؟ الثري يمكن أن يكون مليونير بالتعبير الجزائري، يعني الذي يملك على الأقل 1 مليار سنتيم، هذا قد يكون مليونيرا.
لكن مليار سنتيم الآن لم تعد ذات قوة يعني اقتصادية أو ثروة معتبرة. ألم يتغير هذا المفهوم؟ تغير لأن المعايير العالمية تغيرت، وبالتالي هنالك تصنيفات دولية للأثرياء يعني في كل سنة. المليونير كم يجب أن تكون؟ المليونير بالنسبة للآخرين قد يمتلك 100 مليون دولار فما فوق، وبالتالي هؤلاء الذين يعتبرون ممن يحق لهم أن يدخلوا في التصنيفات العالمية أو ترتيب العالمي. لكن الآن في بلادنا معايير الثروة مختلفة، بين عشية وضحاها يأتيك محافظ البنك الجزائر ويقول لك لقد خفضنا في قيمة الدينار ب20%. معنى هذا الثري، تخيلي أنه لديه 10 مليار سنتيم، 20% بين عشية وضحاها بتصريح بسيط يعني يفقدها. ما بالك أولئك الذين يكسبون ثرواتهم في الخارج نتيجة يعني تغيرات أسعار الأسهم والسندات، أسعار الذهب، أسعار يعني المنتجات التي يتاجرون فيها، إذا بهم تنهار ثروتهم إلى أدنى مستويات مما كانت عليه من قبل. نحن الآن مطالبون بأن نضع معايير جزائرية خاصة. لا توجد هذه المعايير. لا يوجد معيار في الجزائر للثروة. أنا كنت مفتشا للضرائب، كان لدينا ما يسمى بتصريح الثروة في البلاد، يأخذون بعين الاعتبار العقارات، اليختات، إذا كان لديه طائرات أو يعني أدوات للتنقل تكون نوعا ما متطورة، بالإضافة إلى الذهب. وهل يصرحون بث؟ والله يعني على حسب تجربتي لم يكن هنالك تصريح إلا بما يتعلق بالعقارات. العقارات لا يمكنه أن يتهرب، لماذا؟ لأنها مسجلة في إدارة الضرائب ومسجلة أيضا في الحفظ العقاري. هل هذا موجود في الدول الأخرى؟ نعم موجود، ولكنه بأكثر تطور في الدول لا الأخرى. يعني نقصد أنه هل هذا التهرب موجود في دول أخرى أم هناك؟ نعم موجود حتى في الدول المتقدمة. ربما موجود حتى في الدول المتقدمة. نعم أختي، في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد يعني تصنيف للأثرياء، ويوجد أيضا قوانين رادعة للمتهربين من الضرائب بالنسبة لهؤلاء الناس. يوجد أيضا حتى متابعة من أين لك هذا. نحن عندنا يفترض أن يكون هذا الشعار هو شعارنا، من أين لك هذا هو شعار الأصالة عندنا. لكن مررنا بمرحلة خطيرة جدا، كان من الصعب أن نقول للناس من أين اكتسبتم ثرواتكم. ولا نأتي الآن يعني في القرن 21 وبعد مرور 15 سنة أن نقول للناس من أين اكتسبتم ثرواتكم. نحن كنا نتكلم عن لامنيستي فيسكال، العفو الجبائي، ولكن لامنيستي فيسكال بالمفهوم العالمي. أولئك الذين تفككوا الآن، دول الاتحاد السوفيتي سابقا أصبحت جنة ضريبية، يخلص 5% من الضرائب ويشتغل على مدار السنة ويربح ما شاء. طيب احنا مثلا هنا نشوفوا في الصور اللي في التقرير راح نشوفوها الان، فيها شخصيات مثل السيد علي حداد، مثل ربراب، مثل هناك هذه شخصيات معروفه انها رجال اعمال، عندها يعني اعمال، عندها شركات، عندها وهذو معروفين بثرواتهم، لكن هناك الكثير ممن لا نعرف عنهم شيئا. كيف هؤلاء عرفنا انهم مليارديرات وانهم يكتسبون ثروه وانهم يمارسون نشاطات تجاريه، والبقيه لا نعرف عنها شيء؟ والله يقول لك هناك أناس في بلادنا أكثر بكثير من يسعد ربراب ومن حداد. نعم. يعيشون في الخفاء. الصحراء الجزائرية مليئة بمثل هؤلاء الذين يتاجرون في الخفاء، يمارسون تجارة يعني تهريب وغيرها من الممارسات غير سوية. منهم من يتاجر في السلاح، منهم من يتاجر في المواد الغذائية، منهم من يتاجر في التبغ، مواد التبغ، وما أكثرهم في الصحراء. منهم من يملك طائرات في النيجر وفي مالي وفي غيرها. وبالتالي لابد أن نأخذ بعين الاعتبار رجال الأعمال الظاهرين ورجال الأعمال الذين يعيشون في الخفاء ولا يقبلون أن يظهروا للعلن. الجانب الثاني، الكثير من رجال أعمالنا خاصة ممن لديهم نوع من التدين الظاهر لا يتعاملون تماما مع البنوك، وبالتالي أنت يمكنك أن تراقبي الثري إذا دخلت أمواله إلى المسار البنكي. أما إذا لم تدخل أمواله إلى المسار البنكي ولديه فيلا كفرفور، يعني كيف تراقبينه؟ وبالتالي أنا قلت الآن الأوان أن نقول للناس نحن نعيش المصالحة الاقتصادية. عندما أقول المصالحة الاقتصادية أنا قلت لهم لقد تصالحتم مع الإرهاب، فلماذا لا نتصالح مع هؤلاء الذين يعيشون في الخفاء؟ أنا أعجز على أن نتصالح معهم. أنا من مصلحتي أن يدخل هذا في المسار الرسمي.
ولكن عندما يدخل في المسار الرسمي مش كي يجي يدخل نقول له أفرض عليك 7% من الضرائب لكي تودع أموالك في البنوك. أنا أهربه، هناك بنوك إسلامية للذين ربما يتبعون الشريعة الإسلامية، هناك دول أوروبية تتبع هذا المسار. محوجنا أن نقتدي بتلك الدول التي لا تدين بدين الإسلام وطورت منظومتها المصرفية لكي تكون واسعة جدا وتستقطب تلك الأموال التي يخشى أن تهرب من عين الدولة. بريطانيا لديها البنك البريطاني الإسلامي ولا يجدون حرجا ولا عقدة في أن يتعاملوا مع الناس في هذا المسار. نحن الآن مطالبون أن نفتح في بنوكنا العمومية وأضع خطين أحمرين بارزين على بنوكنا العمومية لأنها كانت صناديق لتجميع الأموال وجمعت 50 مليار أورو لم تفعل بها شيئا أختي ليلى. وبالتالي نحن الآن مطالبون بأن نستقطب هؤلاء الناس ونقول لهم عفى الله عما سلف، أدخلوا أموالكم إلى المسار المصرفي وسنفتح لكم نوافذ إسلامية حتى نرفع عنكم الحرج أن تتعاملوا بالمعاملات الربوية. في ماليزيا أنا أعرف التجربة الماليزية ولدينا علماء جزائريين في ماليزيا يتكلمون عن التجربة الماليزية. في التجربة الماليزية يوجد المنظومة المصرفية الكلاسيكية ويوجد المنظومة المصرفية الإسلامية. 30% من المعاملات المالية في ماليزيا تعاملات إسلامية. ماليزيا قطب عالمي في المالية الإسلامية، يأتيها المال من كل أنحاء العالم. نعم. ولكن هؤلاء الناس طوروا منظومتهم المصرفية ولم يتعقدوا من أن يفتحوا مجالا للمصرفية الإسلامية في بلادنا. إذا كانت الدول الأوروبية ليست لها عقدة أختي من ذلك، أختي ليلى، هذا يعني الذي يتعبنا. بنك الجزائر إلى الآن، وهذه مصارحة لابد أن نقولها للناس، إلى الآن يرفض رفضا قاطعا مصطلح بنك إسلامي، يرفضونه وكأننا غريبون عن الإسلام. لماذا؟ هي عقدة عند أناس معينين يرفضون رفضا قاطعا أن يفتح المجال للمالية الإسلامية. علما أقسم بالله لو تفتح النوافذ الإسلامية فإن الناس سيرجعون للتعامل مع منظومتنا البنكية وتلك 3500 مليار دينار التي تحدث عنها الوزير الأول هي أكبر بكثير من هذا الرقم. أعطى رقما على حسب إحصاءاتهم المغلوطة لأنه ما عندناش منظومة إلكترونية تقدر تعطيك بالدقة. نعم. كم لدينا من مال في المنظومة الموازية. نعم. هؤلاء سيرجعون إلى جادة الصواب وسنستقطبهم وليس بالسبعة. نعم. في أختي ليلى. نعم. طيب وش رأيك في التصريح دع المدير العام للضرائب؟ قال بأن الدولة وزارة المالية ستبدأ بإحصاء هؤلاء الأثرياء. هل لدينا آليات نستطيع من خلالها إحصاء هؤلاء الأثرياء وما هي الآليات؟ نحن أعجز ما نكون الآن على أن نفعل ذلك. لماذا؟ كنا نتكلم عن الحكومة الإلكترونية. لو أننا أسسنا لمنظومة إلكترونية حيثما تحرك الشخص في فاتورته أو في بطاقته الإلكترونية عند ذلك يمكنك أن تراقبه. أما وأن الناس تسجل عقاراتها بأسماء زوجاتهم أو بأسماء عائلاتهم ولا يريد أن يظهر اسمه على عقد من العقود خشية أن يتابع قضائيا بناء على معطيات معينة. لكن الآن إذا أردنا أن نحصي هؤلاء الناس لابد أن نعطيهم الثقة أننا لن نعاقبكم. وكأننا الآن نقول إن الذي يأتي بأمواله إلى البنك ربما هما يخافوا من الضرائب أكثر. أختي ليلى، من الذي لا يخاف من الضرائب؟ أنت لا تخافين من الضرائب، أنا وأنت تقتطع الضرائب منا من فاتورة من يعني أجرنا الشهري. نحن ندفع الضرائب أحسن أو أكثر من التجار العاديين. لكن الآن نقول لمن يقرر في هذا البلد، آن الأوان أن نكون جنة ضريبية. فرضنا على الناس الضرائب، هل خرجنا من أزماتنا؟ أنا كنت مفتشا للضرائب وأعترف وأقول إن منظومتنا الجبائية منظومة جائرة، منظومة ظالمة، يعني لا تفرق بين الغني والفقير، لا تفرق ما بين من يحقق أرباحا طائلة وبين من يحقق أرباحا صغيرة. تخيلي أن الناس تفرض عليها 24% على الضرائب، يعني على الأرباح. أيعقل لبياس يصل إلى هذا الحد؟ غير معقول. أيعقل أن التي فيها 17% من يدفعها؟ تدفعينها أنت وأنا المستهلك النهائي. أنت تتكلمين عن منظومة منقولة من فرنسا نقلا حرفيا، وهذا خطأ.
المنظومة الفرنسية لديها قواعدها وثقافتها ومعتقداتها، لكن عندنا لدينا ثقافتنا وعقيدتنا وتاريخنا الذي يجب أن ندرسه لنعلم كيف يمكننا أن نطبق منظومة تجعل الناس يستجيبون تلقائيا. أختي ليلى، نحن لم ندرس المجتمع، قراراتنا هي قرارات اعتباطية ليست مبنية على دراسات ميدانية حقيقية. الآن أي قائد في هذه الدول الأوروبية لديه لوحة قيادة، أن تبلو دبور إلكترونيك، أي وزارة إلا وتعطيه بالدقة اللامتناهية المعطيات الرقمية. ألم يحن الوقت لتجاوز كل هذا؟ ألم يحن الوقت ونحن في هذه الأزمة التي تعصف ببلادنا؟ ألم يحن الوقت؟ أنا أقول لك كلمة، قلبك يوجعك في البلاد هذه كي تكوني تعرفي، يعني ما أحلى أن يكون الإنسان جاهلا. لماذا؟ لأنه عندما تعرف أنت أي معلومة يعني يتكلم عنها المسؤول أو يذكرها المسؤول أنت تدخلها إلى عقلك. أعطيك مثالا بسيطا، الناس هنا تقول لا يوجد فقر في الجزائر، عدد الفقراء محدود جدا، ثم يقول فوزعنا مليون قفة. تناقض، مليون قفة يعني مليون عائلة، كل عائلة 5 أفراد، 5 ملايين شخص يعيشون الفقر مدقعا، تعيشون ب$30، كل قفة فيها $30، أيمكنك أن تكافح الفقر ب$30؟ ما يقال عن القفة يقال عن الأغنياء. عدد الأغنياء في بلادك أختي ليلى يتجاوز 10,000 ملياردير من الحجم الكبير. طيب كيف نصنف الملياردير؟ كم يجب أن يكون لهم من ثروة حتى نقول أنه ملياردير بالمقاييس الجزائرية؟ نعم. خلينا بعدين نحن نتكلم على المقاييس العالمية. أنا أكلمك الآن عن معيار الملياردير الكبير الذي يملك 1 مليار دينار، يعني 100 مليار سنتيم فما فوق. أما أدنى فهي المليارديرات المتوسطة والصغيرة، وما أكثرهم يعني يعدون بمئات الآلاف. أختي الكريمة، يعني يمكنني أن أقول لك يمكن أن يصل الحد إلى ما لا يقل عن 20% من الشعب الجزائري يملكون الثروة اللي هي 80%. أنا أذكرك بتقرير للأمم المتحدة صدر سنة 1996 يقول بأن 20% من الشعب الجزائري يسيطرون على 80% من الثروة، وما زالت هذه المنظومة باقية لأنها متوارثة. الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد عائلي، يعني الشركة تبقى في العائلة وتكبر في العائلة. نعم. والذين يسيرونهم العائلة. لذلك أقول آن الأوان أن نضع معايير دقيقة للأثرياء في الجزائر. أنا نعطيك واحدة المعلومة بسيطة جدا، واحد من كبار أغنياء الجزائر زكاته 125 مليون دولار، لو أخرج هؤلاء الناس جميعا زكاة أموالهم عوض أن نفرض عليهم ضريبة على الثروة، نفرض عليهم زكاة، يعني أنا أعجز أن نفرض 2.5% زكاة ونفرض 7% على أولئك الذين يودعون أموالهم في البنوك رجوعا إلى الطريق المستقيم، يعني عوض أن ندعم عقيدتنا وديننا وكذا إلى غير ذلك ونكافح الفقر. معليش، وزارة المالية تأخذ صندوق الزكاة وتضعه عندها، ولكن أن نكافحه بما يفترض أن يكون ركنا. نعم. من أركان الإسلام يجب أن نحترمه بدقة. نعم دكتور فارس، نشوف أن التصنيفات اللي صنفت أثرياء جزائريين مليارديرات جزائريين كلها جت من هيئات أجنبية مثل فوربس. لما يحدث أنه هيئة في الجزائر داخل الوطن قامت بهذا التصنيف، فلماذا الهيئة الدولية تستطيع أن تصنف مليارديرات جزائريين وإحنا في الجزائر ما نقدروش؟ وش عندهم هما من معلومات؟ وش عندهم من معايير لفعل ذلك؟ هما عندهم تلك البطاقة الإلكترونية فيها شريحة تحمل ذاكرتك من ميلادك إلى ما بعد وفاتك، ربي يطول في عمرك. ولكن هؤلاء الناس عندما أنشأوا المنظومة الإلكترونية أنشأوها منظومة كاملة متكاملة. أنا أذكركم بدكتور اسمه الدكتور عبد الناصر، هو جزائري، واحد من أسس المنظومة الإلكترونية الأمريكية. عندما جاء إلى الجزائر اقترح عليهم في وقت من يعني الأوقات يعني نهاية التسعينات، قال أنا سأساعدكم في أن تنشئوا منظومة إلكترونية كاملة متكاملة. وين يتحرك تكون معه؟ الفاتورة إلكترونية، الدخول المدرسي إلكتروني، الدخول الجامعي الإلكتروني، الزواج الإلكتروني. ولماذا لم تنشأ هذا الخطوة؟ لأنه يعني الفهم اللي كانت عندنا أنه لو تدخل هذه المنظومة الإلكترونية الفضائح العظمى ستبرز إلى الوجود، يعني هذا الحاسوب سيفشل دماغه الإلكتروني نتيجة ما ستدخله من معلومات أختي ليلى. نعم. حقيقة أن وضعنا يضحك أختي ليلى، ولكنه مؤلم جدا. أنا أتعجب كيف في كل مرة عندما نقع في الأزمات تقول لا سنفرض على الضرائب على الناس، عوض أن تفرض ضرائب على الناس
خلي المستثمرين الأجانب يدخلون إلى 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 البلد يتشاركون مع المتعاملين الاقتصاديين، واجعل بلدك جنة ضريبية، ما تهربوش الناس. أقسم بالله لن نفعل شيئا بفرض الضرائب على الناس، إن الضريبة تقتل الضريبة، لامبو تو لامبو، وبالتالي نحن نقتل اقتصادنا بضرائب جائرة، ضرائب ظالمة، لن نربح من لن نجني من ورائها إلا النار. ربما أريد تخصيص أكثر، لماذا هذه نعود لك سؤال، لماذا هذه الدول الأجنبية وهذه المنظمات الأجنبية قدرت تصنف هذه المليارديرات؟ لأنها اكتسبت ثقة الناس، لم تتعامل بالخداع مع متعامليها الاقتصاديين، هي صادقة في معطياتها الرقمية، لديها منظومة. منين جابت المعلومات؟ منين جابت المعلومات؟ جابتها لأن الناس هما يعني ربتهم. مش كلهم يستثمروا في الخارج، كاين اللي يستثمروا في الخارج. أختي ليلى، حيثما كان الأمريكي، حيثما كان يجب أن يصرح، وإلا CIA تبعه. ومن يتهرب من دفع الضرائب يعتبر خائنا خيانة عظمى في الولايات المتحدة الأمريكية. في فرنسا أو في أوروبا بشكل عام، عندما يأتي الشرطي ليعاقب يعني المواطن، يقول له جسوي أن بون سيتويان جو باي مي زامبو. هذه العبارة لو كان تقوليها أنت لهنا للشرطي يضحك عليك. علاه؟ لأنه لا يعلم بأن أجره من الضرائب التي تقتطع مني ومنك، لأنه يقدم خدمة عمومية نحن لا نقول أنها عقيمة، ولكنها تستهلك دون أن يكون هنالك رجوع. لذلك أقول إن أولئك الذين طوروا منظومتهم الرقابية، منظومتهم الإلكترونية، طوروها لأنهم غرسوا في الشعبي ثقافة أنك عندما تعطي يوجد لا كونتر بارتي، يوجد أن يعني أنا أدفع أمشي في طريق معبد، مشي في طريق من شرق غرب كله حفر. أنفق 20 مليار دولار من أجل أن أجني الخراب، أنفق 20 مليار دولار من أجل أني في كل دورة أجد الناس يعيدون الطريق من عمقه، أيعقل هذا؟ عندما اكتسب هؤلاء الناس ثقة نتيجة المشاريع الحقيقية التي جسدوها على أرض الواقع، ولم يكونوا سراقا، ولم يكونوا فاسدين، ولم يكونوا فاشلين، ولم يعززوا الفاشل هذا، زادوا طلعوه كبروه. نعم. ولكن أختي ليلى، لابد أن أقول كلمة أخرى، إن رجل الأعمال عندما يصبح يتحكم في السياسة هذا هو الأخطر. لابد أن نقول للناس أن الأوان أن تبقى في محدودك. نعم. أن تبقى أنت رجل ولكن أعمال، ولكن أنت اقتصادي، ولكن الاقتصاديين في العالم كي يتحكموا في السياسة، يتحكمون عندما تكون لديهم ثقافة السياسة الراقية وليس المنحقة، وليست ثقافة سياسة ضربات تحت الحزام. وأنني أدمرك وتدمرني، أبدا. نحن نتعاون فيما نتفق عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه. نعم. هؤلاء الناس يجب أن يفهموا بأن ثقافة المال لا بد أن تكون ثقافة نظيفة وليست قذرة. يجب أن ولكن لا, 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 لا تحكم على رجال أعمال. أنا لا أحكم عن كل رجال أعمال. لا. ولكن الظاهر لا يمكن أن مش نحكم خليني على أشخاص. أشرح لك حتى تفهميني. عندما نتكلم عن رجل، أنا أخشى ما أخشاه أن نرجع إلى المنظومة، إلى دولة من الدول التي حدث فيها ما سمي الربيع العربي، تحكم فيها رجال الأعمال حتى في قرارات سيادية، وهذا خطأ فادح لا يجب أن يكون. رجل الأعمال يبني ثروته ويبني اقتصاده، رجل الأعمال يعطي لدولته. في أمريكا عندما تكبر ثروة رجل الأعمال يبني الجامعات ويبني المستشفيات. نحن عندنا ويحددون رئيس الجمهورية ويدعمون رئيس البلد ليلى. نعم. يدعمون من يرونه صالح لتطوير الاقتصاد، من يرونه صالح، كل واحد كيفاش. نعم. يشوف الصالح، لكن عندنا الصالح أنت تفهمينني جيد. نعم. طيب دكتور، خزينة الدولة وش تقدر تربح لو فرضنا ضرائب على هذه الأثرياء؟ ستربح الأثرياء خاصة اللي ما همش معلنين، اللي في الخفاء، اللي ما نعرفش. ستربح أكثر من 200 مليار دينار سنويا تهربا وغشا ضريبيا، سيرتفع المبلغ أكثر فأكثر. لماذا؟ لأن هنالك قاعدة اقتصادية، الضريبة تقتل الضريبة، الضريبة التي نرفعها تجعل الناس يتهربون أكثر. لابد أن نتبنى فكرة الضرائب المنخفضة حتى يتحفز الناس على أن يستثمروا في بلادهم وأن لا يهربوا إلى الجيران. كم من جزائري يستثمر في فرنسا؟ تخيلي، أنا نعطيك معلومة ممكن الناس ما يعرفوهاش، الجزائريين المهاجرين في فرنسا يوظفون 2 مليون فرنسي. هيعقل هذا؟ أنا أحتاج لهؤلاء الناس، قل له تعال واستثمر في بلدك، لن أتابعك في ثروتك، لن أتقاسم معك ثروتك، ولكنني أريد منك أن توظف للناس وتحقق لي نقلا تكنولوجيا، وأيضا تحقق قيمة مضافة لاقتصادك، ليس اقتصاد البازار،
أختي ليلى، نحن دعمنا اقتصاد الصين، حاربنا البطالة في الصين، نحن نحارب البطالة في الصين وندعم الاقتصاد الصيني. الاقتصاد الصيني اللي عنده 2000 مليار دولار كل سنة أدعمه، أنا أدعم الاقتصاد الجزائري. نعم. أدعم المنتوج الجزائري بشكل يجعله المنتوج رقم واحد في البلد. نعم. وليس أن أدعم المنتوجات الصينية. نعم. سؤال أخير ربما، وش هي الخطوات اللي لازم نقوم بها واللي لازم تقوم بها وزارة المالية ومصالح الضرائب كي تستطيع إحصاء هؤلاء الأثرياء؟ ما هي الآليات؟ نعم. وانت قلت الآن أنه إحصاءهم وربما إجبارهم على دفع الضرائب سيضر الكثير من الأموال على خزينة الدولة. أولا، إذا أردنا أن أموال الخزينة تزداد لابد أن نكسب ثقة رجال الأعمال، واحد. الأمر الثاني، أن تكون لدينا منظومة جبائية إلكترونية. الأمر الثالث، أن نحارب الفساد بكل أشكاله في إدارة الضرائب، ونحن نعلم جيدا بأن بعض الفاسدين وليس كل الفاسدين حشنا الصالحين في إدارة الضرائب كانوا سببا في التهرب والغش الضريبي. الأمر الرابع، نحن نحتاج إلى منظومة بنكية متطورة تتعامل مع إدارة الضرائب في اللحظة ذاتها. الأمر الخامس، نحن مطالبون بأن نؤسس لميثاق وطني يجعل أولئك الذين أخطأوا في حق بلدهم اقتصاديا أن يرجعوا إلى جدة الصواب دون أن يعاقبوا، ولو أننا نعطيهم إعفاءات لمدة 5 سنوات إلى 10 سنوات، المهم أن يرجعوا إلى الصراط المستقيم ويؤسسوا مصالحة مالية ضريبية اقتصادية ضريبية حقيقية على غرار المصالحة، وأن نكون جنة ضريبية، وإلا والله لن نفعل شيئا. دكتور فارس مصدور الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. نعم، مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود من جديد. بالمئات للأسف، ومواطنون معطلة مصالحهم وفي بلديات غائبة عنها التنمية. نتابع هذا التقرير ثم نعود لمناقشته من جديد. صنع والي المسيلة محمد بوسماحة المعين مؤخرا الحدث اليوم بعدما قام بتوقيف 4 رؤساء مجالس بلدية تحفظيا وجمد مهام المجلس البلدي لأمجدل لغاية صدور الأحكام القضائية النهائية في حق المنتخبين والتي قد تستغرق أشهرا وربما سنوات. وحسب المحللين فإن قانون الانتخابات والبلديات ساهم في تأزم الأوضاع في المجالس البلدية، حيث يتساهل الأول في شروط الترشح فيما لا يمنح الثاني صلاحيات تذكر لرئيس المجلس البلدي. المسؤولية المتبقية تقع على عاتق الأحزاب أيضا بسبب ترشيحها لمنتخبين لا يحزون على المستوى الجامعي، إذ أن 80% من الأميار غير جامعيين، ما جعل جلهم يجهل أدنى أبجدية التسيير، ما يفسر تورط العديد منهم في قضايا الفساد وتبديد المال العام كما توضحه البيانات التالية. أزيد من 300 رئيس بلدية متابع قضائيا بتهم مختلفة تأرجحت بين قضايا الفساد واستغلال السلطة. أزيد من 1400 منتخب محلي تمت إدانتهم، منهم 540 تمت متابعتهم بأحكام قضائية تأرجحت بين السجن النافذ والموقوف النافذ وغرامات مالية. ولاية وهران تعد الأولى على المستوى الوطني في عدد رؤساء بلديتها المتابعين قضائيا توقيف 15 رئيس بلدية من أصل 26 بلدية. أكثر من 26,000 منتخب لم يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم عند ترشحهم للانتخابات المحلية. وضعية نادت إلى حدوث انسدادات في مئات البلديات، فأصبحت معه مصالح المواطن معطلة والتنمية غائبة في حيز مكان يعد النواة الأساسية في بناء الدولة. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي الأستاذ محمد كناي، رئيس لجنة الشؤون القانونية الأسبق وكذلك عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني. أهلا وسهلا بك. شكرا على الاستضافة. بداية سيد محمد، كيف تعلق على هذا الخبر؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، اشكركم على هذه الاستضافه. وقبل التعليق على هذا الخبر، اولا لا ينبغي الا يحيلنا مثل هذه الممارسات الفرديه الى اننا نشكك في مسيره تاع مجالس شعبيه بلديه وولائيه امتدت منذ سنه 1967، اول انتخابات محليه بلديه في سنة 67، ثالث انتخابات شعبية ولائية في 69،
وعرفت الجزائر يعني بالمجالس بدولة المجالس الشعبي المنتخب. أستاذ محمد أنت يعني تسمي هذه يعني تصرفات معزولة؟ لا الآن 300 رئيس بلدية متابعة قضائيا و 1400 منتخب محلي في السجون وفي وعندهم صدرت بشأنهم أحكام. الآن يعني ألا ترى أن العدد كبير جدا أنه تقدر تكون ظاهرة هذه؟ من حيث المبدأ ما يمكنش أبدا باش نحلل هذا الوضع ونحكم على مسيرة تاع مجلس الشعبية البلدية بالفشل، لأن هذا الطرح ممكن تطرحه بعض الأطراف الجزائر حتى ننتقل إلى التعيين ونقضي على السيادة الشعبية التي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين. يعني حسب رأيك أستاذ محمد 300 رئيس بلدية متابعة قضائيا 1400 محكوم عليه قضائيا وبلدية مسدودة يعني بالجملة؟ أنا حنشيك. لا يعني أنت ما تسميهاش فشل هذه؟ لا فشل ربما في مرحلة ما في عهدة ما هذه العهدة الأخيرة ولكن ليس فشل الأسوأ. ولكن ليس فشل تاع مسيرة تاع مجال الشعبية بلدية منتخبة لا بطبيعة الحال لسنوات ولكن هذه العهدة الأخيرة يعني من يتحمل المسؤولية من يتحمل مسؤولية هذا الفشل في هذه المرحلة بطبيعة الحال يمكننا أن نرجع ذلك إلى جملة من الأسباب في أسباب قانونية تشريعية في أسباب شخصية قانون الانتخابات هو التضارب الموجود بين قانون الانتخابات وبين قانون البلدية لأن قانون البلدية في المادة 65 منه يحدد طريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي ويعني من القائمة الفائزة ثم بعد ذلك نجد المادة 80 من القانون الانتخابات اللي حاولت كيف تستحوذ أو يعني على هذه المادة وتعطيها صيغة أخرى يعني قانونين واحد في واحد قانون عضوي نعم قانون البلدية الانتخابي هو قانون البلدية يعني عدو وقانون الانتخابات لا قانون الانتخابات هو الأول في المادة 80 نعم وقانون البلدية في المادة 65 قانون البلدية هو سبق نعم. في التشريع يعني في تضارب كبير في تضارب لأنه صار فيه أخذ ورد في ألا تعلم السلطة بهذا التضارب الموجود في القانون؟ لا هي ممكن هي تسبت فيه يعني هي تسبت فيه لأن ما لم تستطع الحكومة تمريره في القانون في قانون البلدي تم تمريره على مستوى المادة 80 في قانون الانتخابات ثم الأدهى من ذلك أنه التعليمة تاع وزير الداخلية هي اللي أعطت أبعاد أخرى دراماتيكية للعملية الانتخابية بحيث أننا نجد بلدية لا تتوفر إلا على منتخب من حزب واحد هو يترأس البلدية عنده صوت واحد مقعد واحد ثم عن طريق التحالفات المشبوهة التي تتم تدخل فيها جملة من العوامل وجمعة من المصالح وجمعة من التجاذبات السياسية اللي ممكن وجدنا حزب ما عنده مقعد واحد في بلدية ما يستولي على رئاسة البلدية ثم كيف نطلب من هذا رئيس البلدية الذي لا يملك إلا مقعده وحزبه لا يملك إلا مقعده أن يسير هذه البلدية طبعا بعد ذلك سيلجأ إلى جملة من التحالفات وجملة من يعني العلاقات التي يربطها مع مختلف التيارات ومختلف التشكيلات السياسية التي تتقاسمه تسيير المجلس الشعبي البلدي. النقطة المهمة كذلك هو سوء الاختيار سوء الانتقام. الآن من ينتقي هؤلاء المترشحين قبل أن يكونوا منتخبين؟ الأحزاب. طبعا الأحزاب الآن السؤال بطبيعة الأحزاب هي التي ترشح هؤلاء وهي التي تقدم هؤلاء لإدارة مصالح الشعب. طبعا الآن كيفية الاختيار هل هذه الأحزاب يعني لديها معايير واضحة وملائمة وتعرف اللي هذا المواطن أو هذا المنتخب يعني مش رح يتكفل بمصالح الشخصية أو مصالح الحزبية ضيقة وإنما سيتكفل بانشغالات المشروع للمواطنين. هذه النقطة بالذات يتسبب فيها الأحزاب يعني بشكل كبير الأحزاب المتورطة بشكل مباشر. هذه الأحزاب اللي تصدرنا منتخبين محليين فيهم الكثير من المنتخبين أميين جاهلين ما عندهم حتى مستوى تعليمي كاين اللي عندهم سوابق عدلية
هناك أحزاب طلعت لنا في إطار الكوتا اللي أقرها رئيس الجمهورية 30% كوتة المرأة في قبة البرلمان، طلعت لنا مع كل احترامي لمهنة كما نقول بالعامية الحفافات ومهنة المنظفات، وهي مهنة شريفة ونحن نقدروها، ولكن طلعت لنا يعني حوالي هناك حزب ونقولها صراحة حزب جبهة التحرير الوطني، يعني واحد 12 امرأة متخصصة في هذا المهن. انا واجهت انا شخصيا اكثر من 12، لا اقل اقل بكثير. انا واجهت بها قاسة عيسى في برنامج من البرامج اللي كنت نشطها في الشروق، هو برنامج الحدث اللي كنا بدينا فيها في 2012، واجهت بها المنسق الاعلامي للحزب ولم ينكر ذلك. لا. في برنامج معليش في يعني احزاب مثل هذه، احزاب مثل هذه ماذا ننتظر منها؟ هو شوفي، هو طريقه انتقاء المترشحين في حزب التحرير الوطني تخضع الى معايير دقيقه. ربما في الاشكاليه اللي طرحت هو التعليم تاع وزاره الداخليه اللي تحدد أنه من الضروري أن يكون عدد كوطة أو حصص محاصصة للنساء. أحيانا تجد المرأة ممكن تنجح ولكن في الترتيب الأخير. أحيانا نجد بعض البلديات أو بعض القوائم ولكنها وصلت أصبحت فقط يعني تملأ، ولكنها وصلتنا لهذه النتيجة. والله هذه ماهيش يعني حاجة يعني عامة، وإنما هذه حالات شاذة، حالات فردية، لكنها كارثة يا أستاذ محمد. هذه كارثة. لا وثاني حتى احنا الان شوف مستوى الاحزاب اللي رانا اللي رانا اللي راهم يقروا مصير هذا الامه، شوف مستوى الاحزاب. ولكن لماذا ننظر فقط دائما الى الجزء الفارغ من الكاس ولا ننظر الى الجزء الممنوع؟ يعني احنا دائما احنا مثلا جبهه تحرير الوطن عندها 220 نائب في البرلمان، يعني ننظر الى عدد 5 أو 6 اللي ربما متوفرين شروط او المقاييس العلميه او الكفاءه. لا، ننظر الى الجزء يعني العام الاشمل اللي هو طيب حزب جبهه التحرير هو الحزب الحاكم، لماذا لا يغير هذه القوانين؟ لا اول مشي قضيه قانون صح في المدى النظر البلدي، هذه في قضيه انتخاب رئيس البلدي. القانون البلدي، لا القانون البلدي في مجمله في صلاحيه تاع البلديه موجود وموضوعي. لو يكون رئيس مثلا رئيس بلديه ينتخب بطريقه مباشره من طرف الشعب ثم يحاسب على اعماله والشعب هو اللي يخيره وتعطى له صلاحيات هكذا نخدم البلديه. لا، الشعب ينتخب القوائم، الشعب ينتخب القوائم. وانا شخصيا كنت من الناس اللي كانوا يطالبون ب اعتماد نظام انتخابي يقوم على القائمة مع أفضلية الأغلبية، يعني أن الأغلبية الحزب اللي يدي أغلبية ولو كانت نسبية يتحصل على 50% من المقاعد، ونجبر هذا العدد إلى العدد الصحيح. يعني نجد مثلا في بلدية فيها 15 عضو، الحزب يدي 8 مقاعد، الحزب اللي يتحصل على يعني أغلبية المقاعد ولو كانت نسبية حتى نتمكن من محاسبته وحتى يتم تسييره أو يقوم بعمل التسيير لوحده، ويمكنه أن يتحالف مع غيره ولكنه يملك الأغلبية ليسير. أما وأن نجيب بلدية في 11 عضو فيها 9 أحزاب، كيف يمكنه تسيير؟ هم كل يوم يدوسوا، كل يمكن هناك عراق. إذن يجب تغيير هذا القانون. لا مش القانون، هو التعليمة. لا 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 لا، هي التعليمة تاع وزارة الداخلية اللي خلق هذا البلبلة. القانون كان واضح، القانون البلدي واضح، الأغلبية هي اللي تعين رئيس البلدية، وهي اللي تدير، هي اللي تسير الأمور وثم تتحالف مع غيرها في قانون. وين راه المشكل إذا؟ المشكلة في كي وصلنا لمرحلة الانتخابات، وزير الداخلية آنذاك دار تعليمة، التعليمة غيرت كل المعطيات تقريبا الموجوده في القانون. هل هي دخلت في القانون في اطار القانون؟ تعليمه مكتوبه، تعليمه تشرح كيف يمكن وتؤول. أن نعتبر هذه التعليمه هي قانون، هي تدخل في اي اطار؟ تعليمه الا يمكن الغاء هذا التعليمه وتغيير الامور للانتخابات المقبله؟ حضروا 2017. نعم، في الانتخابات المقبله كي نتفادى هذه الكارثه، هذه العشرات المئات البلديات المعطله. كيف يمكن لتعليمه ان تؤول نصا قانونيا على حسب هواه او حسب ما يبدو؟ هذا وزير الداخليه الاسبق ولد قابليه. المهم وزير، لا وش فيها ذكرنا، يعني احنا ما نقولوا في حتى حاجه، يعني وزير تلك المرحله. نعم
فيها والو، كل واحد يتحمل مسؤولياته. إذن عدنا والنقطة الأساسية كذلك هو هذا المترشح الذي يترشح لممارسة مهام إدارة وتسيير مرفق عام أو الشؤون العامة للمواطنين، هل يملك روح المسؤولية ليقوم بهذه المهمة؟ هل هو جاي من أجل خدمة المصلحة العامة، من أجل بيقدم جهده للتكفل بالانشغالة المشروع على المواطن، استجابة لمشاغله، لقضايا في الميدان، التربية، الصحة، طرق الإنارة، المياه، الصرف الصحي إلى آخره، أم أنه جاء من أجل مصالح الشخصية أو جاء من أجل مصالح حزبية؟ حتى الذي يأتي من أجل العمل هو مكبل بكل هذا المجلس. ولذلك نجد الآن حديث كثير بأن ما فيش يعني صلاحيات للبلدية. علاش؟ لأن البلدية قالوا لها توزيع السكن وتوزيع قطع الأراضي، والناس جات من جل هذا من هذا الشيء. يعني بعض المنتخبين جاو باش كيفاش يوزع قطع الأراضي، كيفاش يوزع السكانات، يعني كيتقلع له هذا وكيتقلع له إذا ما نجيبش يخدم أمور أخرى، بينما كاين صلاحيات، مئات الصلاحيات، تنمية في المحتوى الجنوبية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، في ميدان التهيئة العمرانية، في ميدان الاستثمار، وراه البلديات اللي راها تقوم بجهد كيف تستقطب المستثمرين، كيفاش توفر مناطق صناعية أو وتجلب المستثمرين باش يعني تخلق الثروة، ما هي البلديات اللي تقوم بالجباية المحلية، يعني كل ما يتعلق بالجباية المحلية اللي تعود البلدية تتولى عدد كثير من الأموال ضايعة في البلدية، والبلدية ما تحاوش كيف تجمعها لأنها تهتم تنتظر دعم تاع الصندوق المشترك للجماعات المحلية FCCL، يعني وهذا ما طبعا من خزينة الدولة تصب فيها الأموال والأموال تتوزع. طيب نجد يعني أكثر من 1000 بلدية من 1542 41 بلدية يعني عاجزة ماليا. طيب ما فيش جهد في ظل كل هذه المعطيات، يعني المئات من المنتخبين المحليين متابعين قضائيا، كاين اللي محكوم عليهم بالقضاء، كاين اللي دخلوا للسجن، بلديات فيها انسداد كبير ومشاكل تنمية، كيف يمكن أن نواجه هذه المرحلة قبل الحديث عن الانتخابات التشريعية المقبلة؟ أولا هو ضرورة المرافقة الحزبية، ما يمكنش أبدا أنك حزب، هاي المشكلة في الأحزاب. لا. يا سيدي مرافقة، لأن معليش هذا هما اللي داروا لنا هذا المشكل، كيفاش يروحوا يرافقوا؟ قال الحزب الفلاني أو الحزب ألف أو باء دار قوائم وربما أخطأ، ولكن المرافقة أولا من خلال تكوين مستمر رسكالة، ثانيا من خلال تقييم هذا المنتخبين، ومن خلال توجيههم. احنا في جبهة التحرير الوطني كاين في على مستوى كل قسمة كاين عضو مكتب قسم وكلة بالمنتخبين، على مستوى المحافظة عضو مكتب محافظة. هل لديهم المؤهلات لكي يكونوا حتى وما هو ما عندوش كعضو مكتب محافظة او عضو مكتب سياسي او شبه ذلك، يستعين بالخبراء ويدير، يعني الأحزاب هي تستعين بالخبراء من أجل التوجيه والرسالة، من أجل تكوين هذه الناس المنتخبين على مستوى البلديات أو على مستوى الولايات أو حتى على مستوى البرلمان. ألا ترى كذلك أنه من الضروري أنه يكون فيه قانون يفرض على الأحزاب نوعية الأشخاص اللي تقدمهم؟ والله انطرحت، يعني لو كان أكون معك صريح، طرحت باش نديروا يعني في تعديل القانون في هذا القانون البلدي باش نديروا مادة خاصة بمستوى معين جامعي، ولكن حتى بعض النواب رفضوا هذه المادة لأنه هم لا يتوفرون على هذا المؤهل، لأن النائب اللي ما عندهش هو بنفسه. هل هم نواب من نفس الحزب؟ من كل الأحزاب، من كل الأحزاب. لا، في من كل الأحزاب كان النواب اللي ما عندهش مؤهلات جامعية، ولكن الأغلبية كانت لحزبي السلطة، كانت للأفلام الأرندي. الله يعني إذا كان نسبي. هو الأمر نسبي، يعني لا الأغلبية من حيث عدد الأعضاء، أنا لا أتكلم عن ولكن من جانب آخر ما يمكنش أبدا باش نفرض على واحد راح يترشح، لأن الشعب هو اللي حيختار. ولكن هنا مسؤولية الحزب أستاذ. لا، الحزب يقدم مترشح. عنده مستوى تعليمي معين ويقدموه ويخلي الشعب. لماذا ينتخبوا الشعب؟ لا، ولكن أنا قدم لقائمة. الشعب فيه نسبة كبيرة من الأمية. إيه أنا قدم هذه الأحزاب هي اللي لازم تربي الشعب، هي اللي لازم تقود الشعب. إيه معليش. هذه الأحزاب ما لازمش تقدم ناس أميين للشعب. أنا قدم لقائمة. لهم ناس عندهم مستوى وخليهم يختاروا. أنا قدم لقائمة فيها الغف والسمير. وانت عندك حرية اختيار. لا تقدم الغث، لا لماذا تقدم الغث؟ لازم قوانين. لماذا لا نعود إلى القائمة بالتشطيب؟
كما فعل الحزب الواحد، ديروا قائمة قوائم قوائم وبالتشطيب، حتى دخل القائمة نفسها، قائمة الحزبية نفسها، قائمة الحزبية تقدم ثم بعد ذلك الترتيب، ويجب تتم معاملة الفرز على مرحلتين، المرحلة الأولى ما بين الأحزاب والمرحلة الثانية داخل الحزب نفسه. هكذا ممكن. أما الآن وأن النظام الانتخابي يقوم على الترتيب، إذن إذا رتبوه غدوة في رأس القائمة تنجح يعني آليا. هنا نعود ونرجعوا وممكن اللي يجيب الأصوات هو اللي يكون الرابع أو الخامس. هنا نرجعوا لمسؤولية الأحزاب، لازم تكون عندنا أحزاب في المستوى باش كل الأمور الأخرى تكون هو في 2017 الانتخابات التشريعية المقبلة، مش هي الاقتراحات اللي ربما تقدموها ك ربما نشيطين في هذا المجال؟ لا، هو لحد الآن يعني لم يبدأ التفكير في هذا المرحلة، يعني ما زالت عندها مدة كافية، يعني ممكن تبقى عام والله في يكون في يعني عمل على مستوى الحزب لاستشراف هذا الآفاق بتاع الانتخابات التشريعية والمحلية. نعم. وممكن يقدم اقتراحات، وهذه الاقتراحات ستخلص الدروس يعني طبعاً الأحزاب طبعاً ستستخلص طبعاً الدروس أبدا. دائما النشاط الحزبي دائما عملية تقييمية متواصلة حتى تثمن الجوانب الإيجابية ونستخلص الجوانب الإيجابية ونثمنها، ثم بعد ذلك نتفادى الجوانب السلبية. مسؤولية الدولة في في في, في هذا طبعا مسؤولية الدولة قائمة، لأن من نعرفه بأن دور الوصاية الإدارية على المنتخبين، أحيانا المنتخب مكبل بالوصاية الإدارية التي يمثل رئيس الدائرة ويمثل الوالي. نعم. أحيانا قد نجد بعض المنتخبين وقعوا ضحية تاع أنهم تلقوا تعليمات شفوية وداروا مبادرات نظرا لظروف معينة تفرض المرحلة أو يفرض احتجاج شعبي معين أو مواطنين معين خلقوا طريق بضاء، ممكن الوالي أو رئيس الدائرة كلف رئيس البلدية قيام بإنجاز مشروع ما، ثم بعد ذلك يجد المنتخب أو رئيس البلدية نفسه في ورطة لأنه لم يحترم الإجراءات الشكلية التي تطلبها مثل هذه التدابير. نعم. نعم. إذن أحيانا المرافقة الإدارية تكون نقمة على المنتخب، و يعني هذاك الضغط الذي تخلقه الوصاية أحيانا يحودون تمكين المنتخب من القيام بمهامه على أحسن قيام. نعم، الأستاذ محمد كناي رئيس لجنة الشؤون القانونية الأسبق بالمجلس الشعبي وعضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور وكل هذه التوضيحات. شكرا. مشاهدينا الكرام، أشكركم على المتابعة، برامجنا وأخبارنا ما زالت متواصلة على شروق نيوز، لا تذهبوا بعيدا وإلى اللقاء.